خطة للتجديف صباح اليوم احتفالا بيوم اليتيم بحضور اللواء أبو بكر عبد الكريم ممثل الوزير لحقوق الإنسان وعدد من ضباط النادي. وردد الأطفال خلال الاحتفال هتاف الشرطة والشعب إيد واحدة وبعض الأغاني الوطنية، بالإضافة إلى تقديم فقرة شعرية. في ظل احتفالية وزارة الداخلية بيوم اليتيم، قام نادي الشرطة للتجديف بتنظيم احتفالية لعشرات الأطفال التابعين لدار أيتام الجمالية بمشاركة مساعد وزير الداخلية وعدد من ضباط الشرطة. كلام ده علشان يعني يبعث لديهم الإحساس بأن هم محل اهتمام ورعاية وحماية مؤسسات الدولة، وطبعا في مقدمتها وزارة الداخلية، أيضا علشان نشعرهم ونحسسهم أن هم مش بعيد عن المجتمع. من بداية الشهر احنا موجودين في كل الاحتفالات اللي اقيمت للاطفال اللي هم موجودين في مراكز الرعاية، بنقول لهم ان احنا موجودين معاكو. احنا طبعا يعني مش بس المجتمع المدني، احنا بنمثل الحكومة الوطن. الحفل تضمن بعض الفقرات الترفيهية وحفل غداء للاطفال، وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا، وهو ما لاقى استحسان الاطفال الذين قدموا الشكر للحاضرين على ما لمسوه من مشاعر الحب والاهتمام. احنا النهاردة فرحنا وبسطنا وجينا عشان مساعدة وزير الداخلية جاب لنا هدايا ووزعها علينا، وبسطنا قوي النهاردة. شعور جميل باللي احنا عملناه النهاردة، ولعبنا مع بعض ورقصنا وعملنا كل حاجة حلوة. احنا بنشكر الشرطة موجودة معنا في كل مكان، ودي مش أول مرة ان هم يحتفلوا بينا، دي رابع مرة. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتوثيق أواصر التعاون ومد جسور الثقة بينها وبين كل فئات وطوائف الشعب المصري. احتفالية سادها أجواء الفرحة والبهجة، لكنها حملت في طياتها معان قيمة وأبعادا إنسانية، بالتالي سيكون لها تأثيرها الإيجابي على هؤلاء الأطفال. أحمد غنيم، الحياة الآن. وفي اتصال هاتفي معنا اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم. الحقيقة خالص التحية لهذا الأداء الراقي. إحنا شايفين النهاردة وزارة الداخلية بدأت تلتحم بطوائف الشعب في لمسات إنسانية رائعة. إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية نشاطها الحقيقة ملحوظ ومميز. بنحيي حضرتك وكل العاملين معك. سيادة اللواء معايا ولا فقدنا الاتصال؟ أيوة فهمت. أيوة. هو يعني أنا عايز أشير للشيء إن السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عقب تولي سيادته المسؤولية كان من أهم الموضوعات اللي كان مهتم بيها موضوعات حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، وسيادته ناقش هذا الموضوع باستفاضة وأكد على أهمية وضرورة التواصل مع كافة أطياف المجتمع، تعظيم قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في سياق منظومة العمل الأمني، لأن هذا الأمر هو في طيات، وإذا كان ظاهره عمل مجتمعي إلا أنه في طيات وعمل أمني. على فكرة سبق الاحتفالات بيوم اليتيم الاحتفال بعيد الأم، وتم تعظيم الاحتفال بعيد الأم من خلال منح زيارة استثنائية ستوافق عليها للأمهات السجينات، إقامة حفل في سجن القناطر نسا، تكليف كافة السادة مديرين الأمن لتوجيه الضباط والأفراد للقيام بتوزيع ورود على الأمهات في هذا اليوم في الميادين. كل هذه الأمور اللي هي بتؤكد على أن وزارة الداخلية بتعظم الجانب المجتمعي وجوانب التواصل مع المواطنين. وبمناسبة يوم اليتيم لم يقتصر الاحتفال فقط على القاهرة، ولكن سيادته وجه أن كل مديرين الأمن في كل المديريات يقوموا بتنظيم احتفالية للأطفال، وهذه الاحتفالية تكون في نوادي الشرطة، ويقوموا بتقديم هدايا رمزية ليهم، تقديم وجبة غداء، إقامة حفل. يعني كل نادي للشرطة أخذ دار الأيتام مثلا التابعة للمنطقة عنده على مستوى الجمهورية. يقدم امبارح كانت مديرية أمن الجيزة بتحتفل، من ثلاث أيام مديرية أمن الغربية بتحتفل، أكاديمية الشرطة أول امبارح كانت بتحتفل وعملت احتفالية كبيرة. وأنا هنا عايز أشير للشيء
ان يعني احد الساده وكلاء وزاره التضامن في احد مديريات الامن عقد الحفل وما شاهده من رعايه، قال للسيد مدير الامن انتم اكثر رعايه واهتمام وحنو على الاطفال من اي جهه ثانيه تعاملنا معاها. كنت عايز اسال بس حضرتك بشكل سريع لان وقت انتهى عن الحملات التفتيشيه للنيابه العامه داخل الاقسام، يعني الداخليه استجابت ادي استجابه وزاره الداخليه لطلب النيابه علشان ضبط العمليه الامنيه داخل الاقسام، لانه بنسمع طبعا من وقت للاخر عن شكاوى من المعامله داخل الاقسام، والحقيقه انتوا بتتخذوا الاجراءات بشكل سريع وبتردوا للناس حقوقها، بتقولوا اللي بيعامل داخل القسم بشكل مش مناسب يتوجه للإدارة بشكوى، في كتيبات الوزارة بتوزعها على المواطنين لتعريفهم بحقوقهم. بالنسبة لموضوع التفتيش على السجون والأقسام فده اختصاص أصيل للنيابة العامة وفقا لنص المادة 85 والمادة 86 من القانون رقم 396 سنة 56 اللي هو قانون السجون باب التفتيش القضائي، فده اختصاص اصيل. وهذا التفتيش يعني حاجه جيده جدا، ليه؟ لان هي بتطحن اي ادعاءات أكيد. عن عما دور او عما يحدث في السجون. اكيد اكيد يا فندم، بالظبط كده. اكيد انا بشكرك جدا لان وقتي انتهى، شكرا سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم.